تستمر فعاليات أسبوع جايتكس للتكنولوجيا 2017 في المركز التجاري العالمي بدبي، إذ يجذب المعرض رواد تكنولوجيا المعلومات وعمالقتها والمبتكرين في الصناعة من جميع أنحاء العالم. الزميل ماجد التلمساني والتفاصيل في التقرير التالي. رواد وعمالقة تكنولوجيا المعلومات والمبتكرين اجتمعوا تحت سقف جايتكس، ثالث أكبر معرض مختص في التقنيات الرقمية في العالم أجمع. 4100 شركة عارضة قدمت من نحو 70 دولة حول العالم شاركت في النسخة 17 من المعرض، بينهم 1500 شركة تقنية كشفت عن عشرات المشاريع المبتكرة التي قد تغير في المستقبل القريب شكل العالم. بصراحة الإقبال في جايتكس يمكن منذ أمس إقبال كبير، جميع العملاء اللي قابلونا مهتمين جدا بالتكنولوجيا الحديثة، الذكاء الاصطناعي، إنترنت الأشياء والبلوكشين. جميع العملاء محتاجين يتعرفوا إزاي التكنولوجيا الحديثة ممكن يتم تطبيقها في طرق المعاملات وقنوات المعاملات اللي بتقوم عن طريق التكنولوجيا الام بي افايا في الكونتاكت سنتر او يونيفايد كوميونيكيشن. المشاركات الحكوميه كانت حاضره بقوه في هذه النسخه من جايتكس، فالى جانب مؤسسات اماراتيه قدمت عشرات الابتكارات الخلاقه، شاركت مؤسسات اقليميه ودوليه بافكار ومشاريع متميزه، كان أبرزها مشاركة المملكة العربية السعودية ب 31 مؤسسة وطنية متخصصة في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات. لدينا 10 منصات وطنية داعمة للتحول الرقمي مباشرة، لدينا قرابة 50 مرصد للبيانات، وطن للبيانات، مشاركين هذا العام تحت منصة أبشر. أبشر ليست فقط منصة موجهة للمواطن والمقيم، بل أضيفت هذا العام أبشر أعمال موجهة لقطاع الأعمال. ابتكارات في النقل والخدمات كانت مجرد أحلام خيالية لمسها زوار المعرض على أرض الواقع خلال جولتهم بين أقسام جايتكس، إلى جانب اختراعات مذهلة فاجأت الحضور بأسلوب عرضها وما تقدمه لمستقبل البشرية. نفرجي هون الصناعة الجديدة اللي عم نشتغل مع شركة بنتلي على الكونكتد كار. هيدي الصناعة على طريقة كيف واحد يدفع من السيارة للأشياء، مثل لصف السيارة، مثل عبي البنزين للسيارة، أو يشتري على طريقة بالمطاعم على طريقة البيت. منصات عالمية استعرضت في جايتكس هذا العام أبرز التقنيات التي سيتم التركيز عليها في المستقبل القريب على غرار معايير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، فضلا عن الواقع الافتراضي، إلى جانب ما عرضته من خدمات تهدف إلى الارتقاء بمدن المستقبل وتغيير الواقع للأجيال المقبلة. إذن هي ثورة إلكترونية على كافة الأصعدة وفي جميع المجالات، روبوتات وذكاء اصطناعي والآلاف من المنتجات الإلكترونية احتضنها معرض جايتكس للتقنية 2017. لأخبار الآن، مجد التلمساني، دبي.